وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تنبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت نفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي ولكن كان في ظلام بعيد
يزال القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها ذلك يوم الخلود، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكرى قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا.
ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما